بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوب غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من آيات سورة الإسراء. وسورة الإسراء كما قال ابن عباس: الإسراء والكهف ومريم وطه من تلاد الأول، يعني من أوائل ما نزل في مكة، من أوائل ما نزل في مكة. تلاد الأول السورة القديمة التي يعني جمعها ابن مسعود في أول عهد بالإسلام. فسورة الإسراء قديمة، سورة مكية. والعجيب أنها حوت أخطر القضايا قبل حدوثها، ومنها قضية الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكتاب، مع أن مكة ما كان هناك صراع دب ولا قتال احتدم، لكن الله عز وجل يؤهل نفوس أهل الإيمان لما سيواجهون، ولا بد المسلم من أن يدرك وتبصر بنور الله فيتوقع البلاء قبل حدوثه، بل يرى الفتن قبل وقوعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من أين تأتي البصيرة؟ من الوحي، أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وده الحقيقة اللي أعطى المسلم طول نظر وتوقع لما يقع وما سيقع قبل أن يقع، فيهيئ نفسه له. بل منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودفع لهذا الأمر دفع. النبي لما أخذه جبريل وارتده، رده مرتين ثلاثة: اقرأ اقرأ، كل مرة أخذه ضم إليه وتركه، والنبي يتفصم على قلب. ثم عاد للسيدة خديجة يشكو لها ما أو يحكي لها ما حدث، وخافت عليه، لأن ابن خيرين إما أن يكون وحي وإما أن يكون شيطان. فانطلقت به لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان له دراية بالكتاب، كان تنصر في الجاهلية. فلما قص عليه ما رأى قال: يا ابن أخي، إنه الوحي، إنه جبريل أو الناموس باللفظ ورقة، قال: إنه الناموس الذي بعثه الله لموسى وعيسى، وما كنت أظن أن نبي الخاتم يكون منكم العرب، كنت أظن أهل الكتاب. وذا اللي أشعوها الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم نص عن المسيح يقول: الحق أقول لكم أن حجر الزاوية أي النبوة ستنتقل لابن العم. من ابن العم؟ ذرية إسماعيل بدل إسحاق. هم الموضوع ده بالنسبة لهم قاتل، تؤخذ منه النبوة وتعطى لأمة العرب، بالنسبة لهم كارثة كبيرة جدا. فتأولوا النص على أن انتقال الزاوية لابن العم يعني من سبط لسبط داخل بني داخل أهل الكتاب، لكن السنة طلجت. الشاهد قلنا أن ورقة بعد أن أخبر الخبر قال عبارة عجيبة، قال: ليتني كنت فيها جزعة،
يعني ليتني حين تبعث أكون شباب قوي فتي، ليتني كنت فيها جزعة. الجزعة الشابة من الغنم، فشبه هذا التشبيه ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. هو لسه جاي بإقرأ إقرأ بس في البداية، وليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. فالنبي تعجب قال أو مخرجهم أم لا يخطر بالي. ليه؟ لأن رسول الله ربي في مكة صلى الله عليه وسلم، وكان محبوب جدا من طفولتي. لما كان طفل كان جده عبد المطلب وهو سيد قريش سيد الوادي يقدمه على أولاده، لأنه حفيده اليتيم اللي مات أبوه وهو في بطن أمه، فكان يجلسه في مجلسه ولا يسمح لأحد من إخوانه يجلس مكانه. يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة منه لم يضعها لأي واحد من أولاده. وإحنا في مثل يقول أغلى من الولد، ولد الولد خاصة كان ظروف كظروف هذا من يتم وغيره، مات أبوه ثم ماتت أمه وتكفل به جده لوحده، فكان بالنسبة له يعني إيه أحب أحفاده وأولاده، فكان يضعه على حجر. قريش كلها تجله وتدله حتى لقبوه يتيم قريش، وكأنه ليس في قريش يتيم غيره، اليتيم الوحيد المدلل، ودلل على الجد. فلما شب ورأوا نبوغه وحكمته لقبوه الصادق الأمين. لم يقول صادق الأمين بل الصادق الأمين، يعني أصدق الصادقين وأمن الأمناء بلا منازع. فكان الكل يتنافس في كسب ود، محبة على جد واحترام إجلاله على جد، يعني قومه أهله ورحمه ومحبوه وحرصين عليه. مع كل الظروف دي يتصور عاقل أنهم يطردون بلده؟ ما تركبش في الأدب، ما تركبش. وذلك تعجب قد أو مخرجيهم أو مخرجيهم. قال يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت من الحق إلا عودي. فدي قاعدة يقررها ورقة من خلال كل ما قرأ في كل كتب الوحي المنزل في التاريخ الذي قرأ. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلا تصور عاقل أن يدعو إلى الله عز وجل والحق وبنسى يسيبه، ها؟ ولا الشياطين كلها تسيبه، ولا شياطين الإنس والكل والجن كلها لا تجتمع عليه. يقول لك طب أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ عملت إيه؟ ده أنت بتغير الكون، أنت فاكر نفسك درك؟ عجبني واحدة ست يعني كنا في بعثة بعثات على اخونا ايهاب في سويسرا، عكس اخونا ياسر انت لما كنت في سويسرا، لما كنت في سويسرا فكنا في بعثه في سويسرا، فام بتبكي ولدها، فاخت جنبها تلاقي خير شيخ التغلان هو جاي في معزه، ده جاي في شهاده قال لا اله الا الله، لم يؤخذ على انه قال لا اله الا الله. متصور ان الكلام ده يعني تهريج ولا لعب؟ ده حقيقه. ما جاء أحد بهذا الحق إلا عودي. فدي سنة الله في الخلق يا إخوان، وخاصة من شعروا أن هذا الفضل انتزع منه انتزاع. صحيح هم وقود هذا الانتزاع، وهم الذين أفسدوا واستباحوا بيضة الأنبياء واستحلوا قتلهم وقتل العلماء، فعوقبوا سلب هذه النعمة، لكن هم عايشين تحت وهم أنهم أصحاب هذه النعمة، وأنهم فضل على مين بهذه النعمة، نعمة النبوة، كيف تسلب منهم؟ فبلا نزاع
تحول كل أهل الأرض لأعداء لسيد الخلق، وبدأت العداوة مع بداية البعثة، ما لسه في البداية، والدعوة سرية، سرية جدا، يعني النبي ما أعلم بها أحد إلا ورقة وأم خديجة، لسه في البداية. لا إله إلا الله. قال: ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقد كان أسلم معه ثلاثة، أبو بكر، أسلم معه بلال، أسلم معه عتبة بن غزوان، ثم جاء أبو ذر. أبو ذر كان له قصة طريفة، لسه في البداية، والدعوة ما زالت سرية سرية، يعني النبي لا يسر إلا لصفوة خلانه، كل أسرهم دول مقربين منه، سيدة خديجة زوجته، مش زوجة عادية، ده أوفى نسائه له بلا منازع، يعني حتى بعد أن تزوج، وذلك في حياتها لم يتزوج عليها امرأة قط، ويأخذ الشباب من 25 سنة لغاية البعثة 40 سنة، بعدها يعني ماتت بعدها بسنوات. شباب النبي كله كان مع السيدة خديجة، ولذلك بعد ما تزوج، بعد ما مات السيدة خديجة تزوج غيرها، ما كان يقبل امرأة تتحدث عنها، أكثر نساء النبي دلال بعد السيدة خديجة السيدة عائشة، من كثرة ذكر النبي للسيدة خديجة غارت منها وهي ميتة، فقالت عبارة شديدة، قالت: يا رسول الله، أنت جعلتنا ليه كده؟ ها؟ ما هي إلا عجوز شبطاء، أبدلك الله خيرا منها، لأن النبي تزوجها في 25 وكانت في 40، وعاشت معه هذا العمر، وأنجبت له كل أولاده، لم ينجب أولاد من غيرها إلا مال الخطيب، لأن جمعها إبراهيم، لكن كل أولادي وبناتي الستة منها. النبي إخواننا رزق بسبعة أولاد، أربع بنات وثلاث أولاد، إبراهيم وعبد الله والطيب أو الطاهر دول الذكور، والبنات الأربعة سيدة فاطمة الزهراء، سيدة زينب، أم كلثوم، سيدة رقية، الزوجة، كل دول من سيدة خديجة، إبراهيم فقط اللي من سيدة مريم. فشاد لما قالت الكلمة هذه، ما احتملها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أبدلنا خير منك. آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذب الناس، ووستني بمالها وجهدها، وكان لي منها الولد. خلاص، السيدة عائشة حرمت تجيب سيرتها، بل هي نفسها تحكي، تكون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت هالة، هالة أخت سيدة خديجة، وكان صوتها كصوتها، وفيها شبه منها كبير، كان يقوم من على فراشه يجلس مكانها ويقول: هالة وإلا هالة، إجلالا وإكراما لخديجة، من شدة حبه لها. بل بعد الهجرة بسنين، لما جاء يوم الفتح، فتح مكة، فتح مكة سنة كام؟ 8 بعد الهجرة، العام الثامن، يعني بعد 21 سنة بعث، وما زال حب السيدة خديجة متمكن في قلبه. لما دخل مكة قسم الجيوش، دول يدخلون فين، دول يدخلون فين، مدخل النبي كان فين، بدأ بقبر السيدة خديجة قبل ما يخش الحرب، فجاء من طريق الحجر. تعلق النبي بالسيدة خديجة كان كبير جدا، ولها مواقف حقيقة، هي أم المؤمنين بالنزاع، ولها مكانة خاصة لوحدها اختلفت عن الباقي. الشاهد هي أقرب الناس إليه، صدق أهدها دعها، ثم بلال ده معه رايح جاي مع خديجة، ثم سيدنا أبو بكر قبل بلال، أبو بكر صديق عمره، بدأت صحبته مع رسول الله قبل البعثة 20 عام، يعني بدأت صحبة رسول الله أبو بكر ورسول الله في 20 من عمره، وأبو بكر في 10 من عمره،
فالصحبة طويلة. فأول من عرض عليه من الرجال كان أبو بكر، ثم بعده بلال. عتبة كان مقرب جدا من رسول الله. أبو ذر ليس من أهل مكة أصلا، من فين؟ من غفار. غفار في شمال الجزيرة العربية قرب الشام، آخر طريق الساحل، طريق البحر قرب الشام، يعني على حدود بين السعودية وبين الأردن. فالشاهد يا أخوانا، أبو ذر نفسه اللي يحكي يقول: من كثرة ما سمعت من أحبار وكبار الكتاب عن نبي الخاتم، وأن هذا زمانه، وأن مبعثه في مكة، ومهجره في يثرب، عندهم التفصيلات كلها. قال: جلست أنتظر خبر بعثته، فكلما جاء وفد من مكة إلى الشام أو رحل تعرضت له أسأله: أما ادعى أحد في مكة أنه هو اللي يبحث عنه من كثرة ما سمع منه؟ قال: حتى قال رجل: سمعنا رجل يهمهم يسر، يعني بشيء من هذا. قال: قلت: ما اسمه؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: قلت في نفسي: إذن هو ده اللي بدور عليه. قال: فأرسلت أخي، أخوه غير معروف، فلقي النبي عاد، حديث البخاري، فسأله. قال: فسألت: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق، واكرام الضيف، وإقراء الضيف، واكساب معدوم، وحسن الخلق وحسن الجوار، وأخذ عدد ما يقول السلام كله من البداية، مش فقط التوحيد كما يرد بعض الناس 13 عام في العقيدة، لا، العقيدة والأخلاق معنا ولا نفكك بينه. لذلك على سورة الإسراء حوت جل الوصايا المتعلقة بالسلوك الاجتماعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قالوا آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كل وصايا اجتماعية، سلوك اجتماعي، كل ده نزل في مكة وفي التلاد الأول في أول سور، لأن الإيمان والأخلاق قرينان لا يفترقان. الشاهد سيدنا أبو ذر يقول: فلما جاء أخي بالخبر حسمت أمري أن أذهب لرسول الله بنفسي، عشان أولا يعلن الإسلام ويبايع وينال شرف الصحبة. مجرد أخوه بس جه وخرج، قريش تنبهت: الله، ده واحد بيهمهم، مش قضية بالنسبة لنا هامهم، لكن خبره يطلع بره وريحته تفيح، مشكلة كبيرة. قال: فجئت أسأل عنه، قلت: أين بيت محمد بن عبد الله؟ وقفوا له من أول لحظة، قال: ما حاجتك محمد؟ إيه اللي بينك وبينه؟ قال: قلت: تجارة بيني وبينه، تجارة بزنس ماشي، لكن دين وعقيدة والحق يظهر أبدا مش هسمحوا له. قال: فجلست وجلا خائفا في الحرم أترقى، ألا بس حد يدلني، لأن خفت منهم، خوفوه، خوف سيدنا أبو ذر. قال: حتى رأيت غلاما فجاءني فقال: يا عم، أراك غريبا. قلت: نعم. قال: ألك حاجة؟ محتاج حاجة أنت تساعدك يعني؟ قال: قلت: تكتم علي إن أفصحت لك بحاجتي؟ قال: أبكي. تخيل سيدنا أبو ذر من كثرة ومن هول ما رأوا تخوفهم ليه؟ خايف حتى يتكلم، وأنا عايز أرسل. تكتم علي؟ قال: أكتم. قال: أود أن ألقى محمد بن عبد الله. قال: فقال الغلام: انتظر حتى تزول الشمس. زوال الشمس عند دخول الظهر، ويقيل الناس. مكة مع الحر الشديد ما كانش في مكيفات ولا غيرها، فكان وقت الظهرية ده كل الناس ايه؟ اتكن وتقيل في بيوتها، ما حدش بيطلع الشارع. ها؟ اذكر زمان ما كنا في الصعيد مع الحر الشديد، كان يقول لك: يا ابني روح قيل، الشياطين بتقيلل، الحر بيطفش حتى الشياطين، مش ابن ادمي، حتى الشياطين بتقيلل.
فندرك هذا المعنى. قال إذا يعني زالت الشمس يعني ذهب وقت الزوال سأسير أمامك لأرى الطريق، فإن وجدته آمن أشرت إليك فجئت خلفي، وإلا فأشرت إليك فتمكث مكانك. تخيل سيدنا علي هو كان طفل وكان أسلم وعمره كان 10 سنين، رأى منهم هذه العدوات وخاف على أبي ذر وعلى أن خبر النبي ينتشر فتشتد العداوة ففعل هذا من أول لحظات. يعني العداوة الحق ما انتظر طويلا، رغم سرية الدعوة القاتلة، سرية شديدة جدا، ولم يجهر ولم يعلن، لكن الكل متحفز لها. ودي سنة الله في كل من جاء بالحق. هتقول أصلا راجل غلبان راجل بسيط، ها هتتاخد. هو سحرة فرعون اللي أمنه سحرة الملأ دول الرجالة بتوعه، هو اللي مربيه هو والملأ بتوعه، واللي ورد ذكرهم في الأعراف غير السحارين. لما قال يأتوك بكل ساحر عليم في الأعراف قصد بها سحرة الملأ فقط، عشان كده قال أرسل في المدائن أو أن أرسل يأتوك بالسحر، أرسل يأتوك بكل سحر، أرسل في المدائن عشان يأتوك بكل سحر عليم. لكن في الموضع الثاني قال وابعث، أرسل يعني الرجالة بتوعك هيجيبوا السحر بتوعهم، لكن ابعث وفود لتجمع لك أئمة السحر في كل مصر. لذا في الثاني قال وابعث المدائن عشان يأتوك بكل سحار، مش ساحر. السحار ده دول أساتذة الجامعات في السحر المحترفين المتخصصين، لكن اللي في الأول كانوا سحرة الملأ، سحرة الملأ غلبة على قدهم، وكان عددهم كم يا اخوانا؟ سحرة الملأ بس 3000. السحارين أئمة السحر 80,000. وذلك في المرة الأولى كانت هينة على سيدنا موسى، 3000 ساحر الحية في ثواني لخطتها. وضحت؟ السحر نفسهم بتاع الملأ لما قالوا أمنا برب العالمين، مرة واحدة فرعون كشر أنيابه والرجالة بتوعه، وكان كل أمانهم بس إن إيه يديهم مكافأة. أئن لنا أجر؟ ما قالوش إن أئن، قالوا إن لنا الأجر. اللي قالوا أئن اللي هم جايين من بره، لكن رجالته قالوا إن لنا أجر يعني زود لنا الراتب شوية. إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين، أنتوا فعلا مقربين دول رجالة بتوعنا. لكن التانيين السحرين قالوا أئن لنا أجر، بيستفهموا يعني لو غلبنا في حاجة ولا مفيش، ها أئن لنا استفهام، لكن إن تقرير. إن كنا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يبقى اللي جنب بره ما مش مقربين، لكن إذا انتصرت وعدهم أن يجعلهم مقربين، يبقى ده وعد، لكن في الأول تقرير. ولذلك دول غير دول، والمناظرة دي غير المناظرة دي خالص. وشتم بالمناظرة فيها 3000 ومناظرة فيها 80,000 سحار. احنا بنقرأ وكله بيعد عندنا زي بعضه. الشاهد ان الساحرين اللي هم بتوع الملأ لما آمنوا قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم؟ ها؟ إن هذا لمكر مكرتم في المدينة. في الأول مع سحرة الملأ لا، دي مؤامرة عاملينها أنتم مع موسى، عاملينها مع موسى. إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها. لكن لما جم السحارين ما قالش مؤامرة، قال إنه لكبيركم الذي علم السحر. فدي غير دي خالص. الشاهد اللي أنا عايز أوصل له
ان لما حسوا بالخطر وتوعدهم هيقطعهم ويمزقهم هيصلبهم قالوا وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. ده احنا ايه اللي عملناه يعني؟ ده احنا امنا بس. فاعتبروا نفسهم ده الشاهد ان مجرد ان امنوا نكل بهم، لا واجهوه ولا قتلوه ولا حربوه ولا طعنوا في ملكه ولا تطلعوا لملكه ولا نظروا إليه بنظرة خاطئة، ما زالوا بيخدموه وبيسلوه، هم الفنين بتوعه، هم اللي بيرفهوا عنه ويخففوا عنه. إيه اللي احنا عملناه؟ وما تنكم منا إلا أن آمنا بربنا لما جاءتنا. طب أروح فين؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفر المسلمين. كان كل طالب بس ربنا صبرهم لغاية ما يموتوا، لغاية ما يموت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفر المسلمين. غير السحرين دول أصلا أساتذة جامعات ومتخصصين وليهم مرتبهم بعيد عنه، ولذلك كان ردهم عنيف جدا. قالوا فاقض ما أنت قاض، اضرب دماغ اللي خلوك في الحيط. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير ما أبقى. غير السحارين، سحارة الملأ كانوا غلابة مساكين زعلانين. كيف انت يعني؟ ده احنا رجالتك وتنقم منا، احنا عملنا بس، وتهددنا بالقتل والتمزيق لمجرد ان عملنا. ايه الجريمة اللي ارتكبناها؟ طبعا كثير من الناس فهم هذا الفهم، هذه النصوص ترد كل هذا. سنة الله جرت، فإن حاملة حق ولو كان إنسان بسيط في قرية تعادل الكرة الأرضية بأكملها. طب عمل الكرة الأرضية هو؟ ها؟ هيعمل في الكرة الأرضية؟ الأهل الباطل يا إخوانا عندهم حساسية مفرطة جهة الحق وأهل، ودي سنة الله فيه. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد كان عداوة أهل الكتاب بدأت في التاريخ القديم، ورب العباد من أول لحظات يصف له مش العداوة بل مراحلها وأحوالها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ذات في مكة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى. بأنت ربنا ينقلك من مكة لبيت المقدس اللي هو قبلة أهل الكتاب، وأهل الكتاب هيسيبوك؟ أحسوا بالخطر الكبير، وإن الإسلام جاي جاي، وإن الحق هيظهر يظهر، وإن النبوءة اللي كانوا متوقعيها لواحد منها منتظرينها وفرحان بيها، بل كانوا يستفتحون على الكفار بها، والقرآن نص على هذا، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل. يستفتحوا إيه؟ كان يقول هذا أهل المدينة الأوس وخزرج، هذا زمان النبي الخاتم، وسيظهر في مكة ومهجره إلى يثرب، وسينصر الله به دينه ويظهره على كل دين، وسينصرنا الله به عليكم. فكان هم يستفتحون بالنبي الخاتم على مين؟ على مشرك المدينة. فالأنصار أضمروا نية طيبة، قالوا لئن بعث النبي الخاتم لنؤمنن به قبل أهل الكتاب، وفعلا آمنوا وكفر أهل الكتاب. فكانت العداوة شديدة من البداية، فكيف القرآن في بدايته يحكي هذه القصة؟ ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هم بيعتبروا الأرض مباركة، دي حقهم، الإسلام يدخلها ونبي الإسلام يصل إليها وبيحيي الله، واللي يوديه هناك جبريل، وجبريل مش شخصية عادية، ده عدو بني إسرائيل لدود. ليه؟ لأن كل اللي كفر منه وفجر كانت العقوبة على يد جبريل، وذلك ثبت في الحديث الصحيح أن وفد أهل الكتاب بتوع نجران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظروه، حدث الناظر، مجموعة منهم جاءت بعدها لوحدها فقالت يا محمد نسألك أسئلة لا أعرفها للنبي،
قال إن أجبتكم تؤمنون؟ قالوا نؤمن. فسألوا أسأل الثلاثة وأجابهم. قالوا لا، لن نسأل الرابع. قال قلوب. قالوا من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا هذا عدو بني إسرائيل، لن نؤمن لك. وفيه نزلت الآية، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق النبي لديه، إلى آخر الآيات، إلى أن قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكفر. جاءت في هذا الموقف. إذن عداوتهم وصلت لمرحلة مش حتى الأنبياء، لا، أمين السماء الذي يأتي برسالات عودي. فإن عودي أمين السماء الملك اللي جايب الوحي، كيف لو عاد من تبع الوحي؟ اللي توقع غير هذه يبقى واهم. القرآن من هذه البداية وفيه الفترة المكية يصف لنا أحداث التاريخ القديم والذي سيأتي، ويحكي قصة الصراع على بيت المقدس وحول بيت المقدس الأرض المباركة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. أي أرض؟ الأرض المباركة نفسها. ولا تعلون علوا كبير. فإذا جاء وعد أولاهما، ودي وقعت قبل البعثة، أيام نبوخذنصر، ورب العباد يحكيها للنبي وعرف التاريخ القديم، ثم يصف له أن لهم كرة أخرى، وأن الله عز وجل سيزيدهم من الأموال والأولاد وأعداد أكبره، وهيعلوا مرة أخرى في الأرض، هذه الأرض، لكن في المرة الثانية دي اللي هم مكة منهم أهل الإسلام. لذا قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. ما كان المسجد يسمى مسجد قبل البعثة، بعثة نبوخذنصر، لكن المساجد لنا القدماء كانت عندهم، كان عبادة إما تسمى بيع أو صلوات أو كنيس أو كنيس، لكن سمي مسجد هذه الأمة لتميز هذه الأمة بالسجود عن غيره. وإن كانت كل الأمة سجدت لله، لكن أكثر من سجد لله هذه الأمة فسميت أو ميزت بهذه الميزة. ولذلك يحكي هذا الموقف وأنه جاي حتى إن غلب المسلمين وأنظر المسلمون فترات طويلة، لكن سنة الله في النتاج. ثم بعد أن حكى هذا التاريخ القديم والآتي وقصة الصراعات الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل، بيّن حقيقة هذا الكتاب المنزل، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مش لأقوى طريق، لا، لأقوى من مقوم. فرب العباد جاءنا بوحي ليسمو بنا إلى أعلى مراتب السمو، أعلى مراتب السمو للتي هي أقوى. فبين أن الإنسان فاق في تقويمه كل مقوم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صيغة تفضيل، ثم جاء بأقوم المقوم ليرتقي بأحسن المقوم ليسمو سموا يفوق الملائكة. هذا معنى خطير جدا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولا إلى التي هي أقوم؟ ذكر هنا ولا إلى ولا اللام؟ ليه؟ لماذا؟ حد يعرف؟ سلامات، احنا شرحناها في درس
المرة دي في الرحلة دي أنا بس عشان أطمئن أنكم فهمتوا اللي إحنا قلناه. ها؟ إيه الفرق بين إيه واللام؟ لا لا هزعلوني كده. أنا عمال طالع عيني بقى عمال أشرح دروس وأنتوا قاعدين ها؟ وتقوموا الدرس تنسوا اللي قلناه؟ ينفع الكلام ده يا إخوانا؟ يا إخوانا إحنا من نضع قواعد لابد أن نقف أمانة تخدمنا في فهم القرآن. وما لم ندرك استعمالات الحروف وانا عمال اشرح فيها الفرق بين الى وبين اللام بين اذا وبين ان عمال اديكم قواعد عشان نفهم كيف نفهم القران. الله يفتح عليك اديك قربتها الى لغايه المكان الى الى ايوه شفت افتكرته ازاي لما نبهتكم اهو صحصحته إلى تسمى الغائية ينتهي معناها ببدء ما بعدها. فتقول جئت من البيت إلى المسجد يتم المعنى عند باب المسجد. لكن لو أردت الدخول ما تقولش إلى، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، لكن اللام تعني الاستقرار الدخول لآخر مكان. فلما يقول ان هذا القران يهدي لو قال الى التي هي اقوم يوصلكم من اول طريق بس، لكن للتي هي اقوم يعني بيغلقكم نهايه الطريق حتى تصلوا الى اقوم القوم. وصل المعنى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. احنا شبهناه كمان بالحديث بالايه الثانيه ها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه؟ ما قالش اللي تسكنوا إليه، ما قالش اللي تسكنوا لها، قال اللي تسكنوا إيه؟ لأنه لو قال لها يبقى يعني الاستقرار والوصول، يبقى ما فيش سكنة إلا عند الجماعة. لكن إليها دي العاطفة تتحرك قبل ما أنت تتحرك، تبقى في شغلك وقاعد محبوس ومنتظر ساعة الخروج. أول ما تحين ساعة الخروج ياه نفسيا كده تبدأ الراحة النفسية، إيه أنا رايحة هشوف بقى الولية هنبسط وهستريح. فتبدأ الراحة النفسية بمجرد توجه نفسك إليه وانت لسه في المكتب ماشي. تبقى في سفر، سفر وسفر طويل آخر بلاد الدنيا، أول ما تجهز الحقائب ومروح البيت ياه ستذهب معاناة السفر وستأتي الراحة والسكينة. فتبدأ السكنة بمجرد توجه إليه. لو قال لها كان كل الحواطف دي ماتت وأنت حرمتها. ده انت بتبقى مسافر في الطيارة والسكة كلها عم تفكر يا لما هوصل لما هشوف الولية وش مخك شغال ها مش كده ولا ايه؟ والعاطف شغالة بيحصل ما بيحصلش؟ خلاص ده معنى إليها. يبقى مجرد التوجه تبدأ كل هذه الأمور تتحرك. لكن لو قال لها يبقى عند الفراش بس قبلها لا. دقة يا اخوانا متناهية في استخدامات القرآن في القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم صيغة التفضيل يعني أقوم المقوم وأسمى السمو. حتى السمو اللي البشرية كلها عرفته، بل كل ما دعا إليه الأنبياء جاء سيد الأنبياء ليعلو على كل ما جاء به كل الأنبياء. وكيف لا وقدوة كل أم نبيها، ونبينا قدوة الأنبياء. ومعنى قدوة الأنبياء بإيه؟ أعطى عطاء فاق جميع الأنبياء. والأمة مطالبة أن ترتقي برقية لتعلو هذه المنزلة السابقة التي لم تعلو إليها أمة قبلهم. ده معنى للتي هي أقوم. أقوم القوم، أسمى السمو، أرقى الرقي، أعظم التمدد والتحضر. الحضارة الحقيقية في هذا وليست في غيره، في دين الله ليست في سوى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. بس الله ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم وصف الخلل اللي أصاب الإنسان، قال وادع الإنسان بالشر دعاه بالخير. يعني يدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير؟ قد يطلب ما يضره ويظن ان ينفعه فيه.
ودوار تعلم كله. واحد تعلق دماغه بامرأة يا رب جوزني دي، ما عرفش ان جوزها هتنكد عليه الليل والنهار، وصلت وهو ميت فيها، ميت في ذبذبه. طب يا عم استخير الله، يقول لك ما انا استخرت عم الشيخ، لسه استخير ما عجباه، خلاص عجبته فيش استخار. لكن الواعي العارف يعلم ان اختيار الله له خير من اختياره، خير من اختياره. سيدنا عمر يقول كنت استخير الله في المساله 30 ليلة، ارى الرؤيا لا تفصح لي عن الحقيقه، فاسال الله المزيد من التوضيح حتى تاتيني الرؤيا كفلق الصبح، افعل او لا تفعل. الصحابه كانوا اعمى، ها، وذلك اكل الكرام مش حدود. فالقضيه مش قضيه المنظر والشكل، ها، واللي بيستخير ربنا بيعوضه ويخلف عليه. والله يا اخوانا يعني ده نص الحديث، ما ضل من استشار وما ندم من استخار وما علم اقتصد. ما ضل من استشار وما ندم من استخار. الاستخار لا فضل الامر، معنى استخار يعني رب انا تركت خياري لخيارك فاختر انت لي، استخيرك اي اطلب خيارك. سين والتاء تعني طلب الفعل للفعل. اللهم اني استخيرك يعني اطلب منك اختيارك لي، انت اقدر على الاختيار، انت تاخذ ولا اقدر، وانا اعلم وانت تعلم وانا لا اعلم. فان كنت لا تعلم ولا تقدر تفوض امرك لمن يعلم ومن يقدر. وضحت؟ فاللي بيستخير الله يقينا سيرشد. ولذلك يقول ابو هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في كل شيء، حتى كنا نستخير الله حتى في شسع النعل. ايش شسع النعل ده؟ النعل بتاعه اتقطع، عايز يركب له رقعة سموها لوزه، يستخير الله فيها. ليه؟ هيلاقي لوزه حلوه ونظيفه، وربنا يقدر له ان الراجل اللي بيمد ايده ده واحد ممكن يصفه عن السيئه ويخليه يرجع يجيب واحده ثانيه كويسه. الكلام ده ترتيب ربك. فيقينا ان استخار من الله باحسن ما يتمنى عليه. واللي ما استخارش هيختار له مين؟ ابليس ونفسه، هيروح في 60,000 داهيه، نسال الله العافيه والعافيه. اذا ندرك هذه المعاني. السلف كانوا اوعى منا وكانوا فاهمين القضيه دي فهم جيد. ويدعو الانسان بالشر دعاءه الخير. لذلك المسلم دائما حتى لما يدعو ربه يتادب في الطلب. الشيء اللي محتاجه خاصه من الدنيا قول يا رب ان كان هذا خيرا لي. سيدنا عمار بن ياسر لما اشتد على العذاب فتره مكيه سال رب الموت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لا انت ممكن تموت دلوقتي، هتحرم من اجر خير كثير في طاعتك. الوقت يا اخوانا للمؤمن راس مال كبير جدا. بل في حديث حقيقه كل واحد يقراه قول يا رب يعني بارك في اعمالنا واستخدمها فيها في طاعتك. اثنين صحابه، احدهما كان اكثر ايمانا من الثاني. المؤمن استشهد، يبقى قوي الايمان استشهد الاول، وعاش الاخر بعده. فلما ذكروا الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم بين ان فضل من تاخر اكثر من فضل من استشهد. تعدى الصحابه قال كيف وقد صلى وصام ادى طاعات اكثر ما اداها من استشهد، ففاقه في المنزله. لذا طول العمر والبركه فيه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، فجعل له الخير المطلق. خيركم من طال عمره وحسن عمله، ده راس مال كبير جدا. تتاح لي فرصه يعني نسجد ونصوم ونصلي ونزكي، ومن يدريك قد يمن الله عليك بخبيئه لم يقدمها من استشهد فتفوق. فدي معاني كبيرة جدا. في سيدنا عمر لما طلب ده قال لا تدخل ذلك، ولكن قل
اللهم ربنا بعلمك الغيب. الرسول علم هذا الدعاء، اللهم ربنا بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، يبقى ذكر صفة العلم والقدرة، ودول مرتبط شديد جدا بهذه القضية. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت حياتي خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهدي. اللي علمه سيدنا عمار رسول الله، إذا نفوض الأمر صاحب الأمر، أحيني إذا كنت هتدخل لي، مش أتمنى الموت، وتوفني إذا كنت هتدخل لي. لا تتمنى الموت، طب جالك ابنك موت هتعمل ايه؟ يعني في قصه بحكيها ابن الجوزي طريفه، ان واحد كان حمال حطب وتعبان جدا، وعمال ايه رايح جاي بالحمل الثقيل، في الاخر قال يا رب ابعت لي ملك الموت. فظهر له ملك الموت، اول ما جاله قال انت جاي ليه؟ قال لك اخبط روحك. قال لا لا، وانا ما طلبتكش عشان اخبط روحك، طلبتك عشان تساعدنا، ساعدنا في الحطب. هو ده الانسان، لازم نفهم ندرك هذه الحقائق. فالقران يبين هذا العور عند الانسان، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا. وبين العله اللي بيخلينا يعني لا نحسن الدعاء العجله في الطلب، انا عايز اي حاجه فاطلبها فورا. لا، المسلم يتروى حين يدعو ربه، لان الله سميع قريب، وان استجاب ممكن تروح في داهيه، لكن لطف القريب المجيب بنا ان قد ندعو بالشر والرب يقبل اجابه. وهذه من رحمات الله علينا، لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من صلى على رسول الله خلص. بلاش بخل بقى، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة، يدعو بإيه؟ بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث. ليس فيها إيه؟ طب واللي فيها إثم واللي فيها قطيعة رحم لا يستجاب له. وده من لطف الله علينا. كم من أب يغضب ابنه ممكن يدعو عليه إن ربنا يبتره، كم من أم فعلت ذلك؟ لو استجاب الله لهلكنا، لأن استجابت دعوة أم دعوة أب لا ترد. ولذلك ورد حديث: دعوة الوالدين على والديهما لا ترد. ولذلك نحذر، يعني العابد، عابد بني إسرائيل اللي حدث النبي عنه، كان واحد عابد صوام قوام، وفي صومعته فأمه راحت له زول اتنادي وهو في الصلاة، قال: يا رب صلاة أمي، صلاة أمي. لا صلاة، ورفض يرد. كم من صلاة ناديت الثانية الثالثة فدعت عليه دعوة، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى الممسات. هذا صحيح يا أخوان، حتى الممسات استجيبت الدعوة. وجاءت امرأة ممس داعرة، حملت من سفاح ثم رمت بلاءها عليه، اسمه برصيص العبد. سألوها: ممن حملتي؟ قالت: من الرهب، هو اللي زنى بي. فالناس خدوا الخبر وتك تك الصماع بتاعته كسروا عليه،
وقف يصلي هم هدوا فيه دمروا السمعة خرج. ايه الحكاية؟ الحكاية دي انت زاني اهي الشاهد اهو. تقول انك انت الذي زنيت بها وهذا ولدك. قال اين الغلام؟ هات الغلام. فنغز الغلام في بطنه وقال يا غلام من اباك؟ فانطقه الله له قال ابي الراعي. اخذ يقبل راسه ونبني لك صومعتك من ذهب. قال لا كما كانت من الطين. القصة ثابتة حتى صحيح. والنبي هو الذي حدث هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك مجرد الدعوة عليه أسأل الله ألا يميتك حتى ترى المسد. جات للموس لغاية الدير بتاعه ورمت بلاءها عليه وهدم بسببه وحدث القصة دي كلها. لكن ربنا بات في النهاية لأنه مؤمن نجاه. لكن دعوة الأم استجيبت. ده الشاهد. حتى نفطن ونتحاشى ان احنا نعمل فعلة تحمل الام او الاب على الدعاء عليه. الوقت خلص خلاص؟ ده احنا لسه في نص الآية لكن زي بعض. وادعو الانسان بالشر ودعاء بالخير وكان الانسان عجولا. فاذا نحرص كل حرص على الا ندعو بالشر على انفسنا ولا على اولادنا ولا على نسائنا ولا نمكن الشيطان أن يحملنا بالعجلة على أن نسيء في الطلب. فالدعوة بالإثم وقطيعة الرحم رب العباد من لطفه ألا يجيبها للناس. فإن كانت غير ذلك استجاب الله لهم بها إحدى ثلاث. إما أن يجلها له في الدنيا يا رب ارزقني ارزقه زوجني زوجه وغيرها. وإما أن يدفع عنهم من البلاء بمثلها. وإما أن يجعلها له زهر يوم القيامة. بل بين السلف في شرح الحديث قالوا يستجيب الله لهم الثلاثة أنفعها له. إن كان أنفع الثلاثة عجل عجل أنفعها التعجيل أجل أنفعها دفع البلاء دفع. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا إذا نكسي رسول الله ما دام كل دعاء مستجاب بالشكل ده إذا نكسي رسول الله. قال والله أكثر وأطيب. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. جزاكم الله خيرا استماعكم. السلام عليكم.